هذا يقال له الطفيل بن عمرو الدوسي. دوسي من بني دوس زهرة. استغفر الله، جاني واحد قال لي نعم. اي والله كذا. لكن نشهد الله على محبته رضي الله عنه وارضاه. رضي الله عنه. اي نعم. ابو هريره. ابو هريره هذا اسلم. الشاهد ان الطفيل بن عمرو الدوسي شيخ قبيله وشاعر مجيد وخطيب فصيح، يعرف جزل الكلام من رديئه. لما سمع بالنبي عليه الصلاه والسلام وهو في دوس ركب جمله، لبس ثيابه واخذ متاعه وركب جمله، ثم تحرك الى النبي عليه الصلاه والسلام. لما اقبل على مكه تلقفه كفار قريش، يعرفون ان الطفيل اذا اسلم اسلمت القبيله. قالوا من تريد يا طفيل؟ قالوا اريد الرجل الذي يزعم انه نبي. اخذوا هم يشوهون سمعه النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل. منهم من يقول انه شاعر، ومنهم من يقول انه مجنون، ومنهم من يقول انه كاهن. وما زالوا يشوهون سمعه النبي حتى خاف الطفيل. وش وضع القطن في اذنيه خوفا من النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل. يقول الطفيل لما دخلت مكه عند الكعبه واخذت اطوف اشوف النبي عليه الصلاه والسلام، نظرت الى وجه ليس بوجه الكاذب عليه الصلاه والسلام. وجه الصادق بابي وامي عليه الصلاه والسلام. يقول وهو يتحدث ويقرا، لكن الذي حال بيني وبينه القطن. يقول اخذ الطفيل يتحدث مع نفسه، يقول يا طفيل انت شيخ قبيله وشاعر مجيد وخطيب فصيح، تعرف جزل الكلام من رديئه، استمع لهذا الرجل ماذا يقول، ان كان خيرا خذ به وان كان شرا فاتركه. يقول ونزعت القطن من اذني فسمعت القران، دخل في قلبي شيء عجيب. يقول لما جئت الى النبي امشي قلت له عمت صباحا يا اخ العرب، هذه تحيه اهل الجاهليه. قال النبي لقد ابدلنا الله بتحيه خير من تحيتك. قال وما هي؟ قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الطفيل فصيح قال ما احسن هذا الكلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثم جلس عند النبي عليه الصلاه والسلام بابي وامي، نفس الفداء لقبر انت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، يا خير من دفنت في القاع يعظمه وطاب من طيبهن القاع والاكم عليه الصلاه والسلام. اللهم صل. لما جاء اليه قرا عليه القران، فلما قرا عليه القران قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. المتامل ان هذا القران لما نزل على هؤلاء البشر غير حياتهم. ونحن في رمضان، الرابط العظيم بين القران ورمضان. ان اردت ان تتغير حياتك ويتبدل نفسك